ايه رأي حضرتك في الحضانات الخاصة بالإخوان المسلمين اللي بتستقطب الأطفال؟ لا دي حضانات غلط خالص، لأن الحضانات دي مبنية على فكر وحش متطرف، بيعلموا ازاي يكرهوا مصر، ازاي ما يدافعوش عن أهلها، ازاي ما يحيوش العلم. ده لازم يبعدوا مليون مرة، لأن معنى ان هم يمسكوا من بداية الأطفال دي معنى ان هم بيأسسوهم من صغرهم على فكر داعش. احنا فتنة من الأطفال الصغيرين، احنا فتنة، بيعلموا الأطفال حاجات في دماغهم مش موجودة، وتيجي تكلم العيل يقول لك لا مش عارف أبصر ايه وأبصر الحكومة ايه. الأطفال تتكلم كأنهم ستات والصبيان كأنهم كبار، يعني المفروض نعلم عيالنا التقوى والإيمان. هم كلهم إرهاب، هم إرهاب فعلا، إرهاب، عايزين البلد تسقط. يعني ايه حضانة؟ يعني ايه حضانة؟ حضانة 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 يعني لأنها كتير، فهم دايما بيخشوا في الحاجات المنتشرة عشان يتوغلوا فيها ويبقى ايه يعني مستورين. يعني انا هفتح حضانة، ما في ألف حضانة، في حضانات كتير، نعمل حضانات. نبدأ بقى من هنا، من ايه؟ من الأطفال الصغيرين. نعمل بقى الغسيل المخ اللي هو يطلع بفكر تاني خالص غير فكر الاسلام الحقيقي. اي حضانه خارج اطار الدوله طبيعي شيء خطر على الدوله، خطر على اطفالنا، خطر على اولادنا، خطر على فكرنا، خطر على المكان اللي احنا عايشين فيه، لان ده بيفكر بيشغل دماغه بطريقه غير خارج اطار الدوله. هو اللي احنا فيه ده ايه؟ ما هي كل اللي عايز يعمل مدرسه يعملها، اللي عايز يعمل حضانه يعملها، والناس بيتعلم ان هو عايز صغير ويطبق عقله اللي هم عايزينه.